يكمل فيها وتاخدها تحدي. الاسباب اللي خلى كابتن انيس يحب كرة القدم جدا جدا. يعني شوف، حب كرة القدم، أنا الوالد بتاعي ما كانش يعشق كرة القدم، ما كناش نتفرجوا في، لكن أنا تربيت في منطقة في صفاقس، أبناء عمي الكل لاعيبة نتاع الكورة، كنا بنعمل دورات، كنا بنروح يعني دورات كل كنا بنكسبهم كما نقولوا. فعشق ما سبحان الله، يعني واحد تولد يحب كرة القدم وقاعدة تكبر، يعني حلمه انه في يوم، يعني كان سهل انه في يوم من الايام كنا قاعد صفاقسي، معناها ما كانت الامور صعبه جدا. يعني في وقت في التسعينات كان لاعب من الشباب يطلع للفريق له صعب جدا، كانت الاماكن صح. يعني ممكن الفتره هذه سهله جدا اي لاعب يقدر يصعد، لكن في فتره التسعينات، اخر التسعينات في الالفينات كانت صعبه. فكان حلم أن يكون في يوم من الايام لاعب في الصفاقسي، لكن حب كرة القدم والعمل هو اللي للأمانة هو اللي. وطبعا كنت بتفرج كثير على المباريات، كنت بنتعلم من كنت تفرج بالعين مجردة، يعني تفرج انه باش نستمتع وانه باش نتعلم حاجات، يعني هذاك هو ممكن. فاكر كابتن انيس مين اول واحد اخذك لنادي صفاقس في مرحله الناشئين وقال لك تعالى تروح تختبر او تجرب حظك في نادي صفاقس؟ انا ساكن كنا ساكنين في منطقه اسمها، يعني ممكن انا في مصر ما يعرفوش، هي في فريق صغير اسمه بدر العين، يعني في الدرجه الرابعه، كان وراء بيتنا يعني وراء دارنا. فكنا نجز من الحيط نجي في النادي، يعني عملت 10 و 15 يوم، جاء مسؤول في الصفاقسي كان يعني من العائله يقرب، قال لي لا ما دامك انت تحب كره القدم نهزك للنادي الصفاقسي اسمه سي نجيب. كان عندك كم سنه يا كابتن؟ هذا سنه 91، يعني اخر التسعين. كان عندك كم سنه يا كابتن؟ كان عندك حضرتك كم سنه؟ كان 10 سنين. 10 سنين 10 سنين يعني اخر التسعين، 12 سنه بالضبط. طيب لما قال لحضرتك كده ايه رد فعلك؟ ما كنتش مصدق الامانه. طيب نادي صفاقس يعني فريق كبير وانا في فريق درجه رابعه، حضرتك كنت بتتفرج وتبقى موجود لنادي صفاقس النادي الكبير العريق. هو الامانه يعني كان ابن عمي، ممكن الناس هنا في مصر ما يعرفوش انه في لاعب ثاني في تونس اسمه انيس بوجلي بنفس الاسم، وكان ابن عمي يعني نفس الاسم ونفس اللغه والله. مين انيس فعلا؟ والراجل ده كان خاله، فخذ ابن اخته هذا وداه للصفاقسي، قال له لا ما نمشيش للصفاقسي الا ما تاخذ ابن عمي معايا. فانا مشيت معاه بالصدفه ودخلنا لنادي صفاقس الفريق الكبير، ومضيت وبديت الحمد لله القصه. يعني كابتن اتنين انيس وغلبان راحوا نادي صفاقس، واحد اتقبل والثاني ما اتقبلش. لا هو كان ولا الاثنين كملوا؟ لا كملنا. هو 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 تو يعني اسمه انيس عبد القادر بوجلبان باسم ابوه، باش يفرقوا بيناتنا، لكن هو كان دولي لعيب ممتاز جدا. طيب وصلنا الاثنين في الصفاقسي، لكن ممكن انا كملت اكثر في الفريق الاول، هو الاصابات اللي خلته، لكن هو كان على اعلى مستوى، يعني منتخب الناشئين كل ساق يسار يعني قويه جدا من احسن اللاعبين. لكن انا مشيت يعني بالصدفه لانه هو رفض انه يمشي للنادي الصفاقسي الا ما نكون انا معه جنبه. يعني حضرتك قدر ربنا وصدفه اللي خلى حضرتك تكون نجم من نجوم الصفاقس يوم من الايام. صدفه يعني الامانه، هذيك هي، ما قلت لك في حظ في الدنيا هذه وفي الصدفه. يعني لو ممكن ابن عمي هذا ما مسكش، يعني انه لو ما يروحش للنادي الصفاقسي الا ما نكون انا معاه، ممكن ما لعبتش كوره. جدع قوي يا كابتن جدع. لحد دلوقتي لازم تفتكر له الجميل ده يا ابني، لا ممكن تنساه. احنا ما بنتفارقش يعني. صح يا كابتن كده. بس يا كابتن انيس نادرا لما بنلاقي ان